عندي مشكل ديال ركابي، ما بقاش نزيد بها. تمشي للطبيب تاع الدوكسيري، جلست انت تما، انا عييت ما ندور والو، ما تنزيد صافي. جالسه الارض هادي عام ونص وانا جالسه الارض صافي. قلت نعرج رانا غنبرا، دابا نبرا اليوم نبرا غدا نبرا صافي. حتى واحد النهار ما بقاش ننط. دابا عام ونص وانا شاده الفريش ما تنطش، لا راحة في النعاس، لا راحة في الجلاس، لا راحة حتى في حاجة. الغالب الله يا خالتي، شنو المشكل عندك؟ عندي مشكل ديال الركاب، ما بقاش نزيد بها، ما تنزيد صافي. جالسة الأرض هادي عام ونص وانا جالسة الأرض ما تنزيد. وساكنة في الرابعة، ما تقدر نمشي للطبيب لا والو. تمشي للطبيب تاع الدوكسيري، جلست انت تما، انا عييت ما ندور والو لي الله سبحانه وتعالى. كيفاش تخليك تمشي للطبيب كيردوك؟ تمشي للطبيب ما تيشدوكش صافي، تيقولك سيري تا بقى تبعي. بديت تبعي معاهم وانا فيها نتبع، انا وخا يوصل رانديفو ما نمشي ما نمشيش، وخا تمشي يبقى يقولك سيري هنا سيري هنا وصافي ورجعي في حالك صافي. بحال انت صحيحه وتا مع الهبطه في دروج جا مهبطني، ولا بغا يطلعوني الناس خصك تطلعوك رجال جوج رجال. انت انا بغيت ندوش الضربه الى 1000 حساب ما كتفكر في تنفكر 100 من هذيك الليله. ما تنبتني كل نبكي حيت تهبطي وجا ما طلعك، ما تقدي تهبطي ما تقدي تطلعي. هاد لي شويه على الصحيحه ديالك، قمت مرضي قمي عيون كرش لي كنت بخير، كنت بخير وعلى خير، ما كنت تضرني حتى حاجه، عاديه مقابله وليداتي مقابله داري كلشي، هادي حياتي كانت صافي. دابا مني دابا بقات شويه تضرني هاد الرجل، هادي دوزت عليها طاوني شي دوازات كمل الباقي صافي طحت. وليت عاوتاني بقيت تندير العكاز، تندير الدراري، تنتقدى، تنتسخر، تندير كلشي. انا مع مقابله داري في الاخر صافي رزمت بجوج رجلين. دابا عام ونص وانا شاده الفريش ما تنطش. شنو عندك بالضبط انت في الركاب؟ شنو هادشي ضرك بالضبط؟ تضروني الركابي، قالك خصهم الحديد قالك خصك 3.5 مليون، انا ما عنديش 3.5 مليون الوحده. الوحده 3.5 مليون الوحده. الحديد خصك ديال المانيا ماشي ديال المغرب، ماشي ديال المغرب وماشي ديال فرنسا. وخصك تجيبيه سيري قلبي عليه، تتقلبي عليه وتجيبيه عاد وشوف الطبيب شحال يطلب لك عاوتاني. 8 مليون الحديد، الطبيب تا هو يطلب لك شحال عاوتاني يطلب لك تا هو شحال. ما قال ما هضرناش على الطبيب، هضرنا على الحديد. الميزانيه ديال التليفون، ميزانيه والترويض خصك كلشي. وانا ما عنديش الغالب الله، انا دابا عام ونص وانا جالسه في الارض ما كنتحرك ما والو. معاونيني على البنات المونيهات اللي تيهزوني صافي، هادو اللي كاين عاد بنات اللي هزوك وعاد كلشي اللي كوش وعاد خصك شحال من حاجه. هاد الظروف هادي اللي طحتي فيها كنتي كتقولي انني غنطيح في هادشي؟ ما عمري كنت ناوي هادشي، ما عمري نويتها صافي. قلت نعرج رانا غنبرا، دابا نبرا اليوم نبرا غدا نبرا صافي. حتى واحد النهار ما بقاش ننط، صبحت ما تنطش كاع صافي. من تما وانا جالسه، انا جالسه رطبت طب تاس الداري اللي زعما الناموس تاع تنعسي وترتاحي ما كاينش، لا راحه في النعاس، لا راحه في الجلاس، لا راحه حتى في حاجه. الغالب الله الحمد لله. حاله نفسيه ديالك انت مدمره كاع مره؟ واش واحد كان بصحته تيخرج ويجي وكل شيء وقابل دارو وقابل وليداتو؟ يعني تنقينا بولي ضرك انت؟ ضرني بزاف كاع انا هادي، باش نعس انا في السبيطار على هادشي صافي. قد جالسه ترجلي تنفخ ليا بزاف، كنعاد ترتق، جاني التخثر ديال الدم، نعس الانعاش على هادشي ديال الجلاس. قال خصها تبقاي تحركي وانا غير جالسه. نعس السبيطار عاوتاني جيت نفس هادشي انا جالسه. واش كتعاودي ليا الليله اللي النهار الاول اللي مبقيتيش تخدم تزيدي فيه؟ كيفاش وقع؟ وقع ليا نعست في الصباح تصوت راسي ما بقيتش نقف صافي، وقفوا الركابي ما بقاش نزيد من مره صافي. تك تنعرج تيضروني رجليا، تنعرج بالعكاز في الاخر. نعست في الصباح ما قدرتش نوض، قلت له صافي رانا اليوم ما قدرتش نوض صافي. يعني هادشي من بعد الاعراض ديال الدواء اللي شربتها؟ من الاعراض ديال الدواء، تا
الاطباء الله يجازيهم بخير تيعطيو الدواء اللي تيخرج عليك تا هما تيكملوك الباقي. ربما قولوا السبب اللي وصل زادو كملوا لي مره تيعطيوك شي دواء ماشي تينبهوك ويصيفطوك شي طبيب نيشان عشر بالدواء نعست ست راسين راكده كامله كل ما تنوضش كاع صافي بقيت هكاياك. عاود رجعت عندو قال لك هو خصك تشرب دق دي باريد ديال الاملاح. بغيتو انت خرجتي عليا وبقى عاد نزيد الاملاح حبست من عنده مشيت عند ما بقيتش نثيق فيه صافي حبست من عنده مشيت عند اخر عاوتاني هكاك واش انا فيا تخثر ديال الدم مشيت عند اختصاصي عاوتاني واحد اخر عطاني ديال النقريس صافي راه القلب ديالي بغى يخرج هذيك هذا السبب هو اللي زادني كمل ليا باش مشيت للطبيب. نقدر نقولوا الحاله ديالك خطا طبي كلشي مجموع فيا كلشي كلشي حتى حاجه ما لقيتها ودابا نطلب الله عند شافا عند شافا عند شافا ارتاح لوليداتي وليداتي باقا صغار. اش تقولي لوزير الصحه؟ نطلب الله يساعدني يعاونني يوقف معايا راه وليداتي باقا صغار راه بنتي الكبيره راه عندها عاد طالعه في 22 عام الصغيره عندها 15 عام عندي ثلاثه د البنيات وهم اللي هما اللي رافدني ما كاين حتى واحد. هي راه مقابلني عيات ما تجري في الجمعيات عيات ما تجريش واحد دق في البيبان عباش يعاونوني نهزها شويه. وحنا كنشوفوا الجمعيات في الفرنسا علاش ما ست واحد ما ست واحد ما ساعدني حتى واحد. انا عام ونص وانا جالسه صافي ركابيه ما تنزعزع من الحريق فيا ما تنشرب الدواء هكا من فارماسي نشري شي حاجه تهدني وصافي ما عندي حتى دواء زعما ديال الطبيب ولا ديال شي حاجه صافي عاد دواء من فارماسي مي تيشدوني حريق بزاف تنشري الدواء من فارماسي باش نتهدن وصافي ما كنعس لا ليل لا نهار نهار كله وانا جالسه نتكا هكا يعطيني الحراق نتكا هكا يعطيني الحراق هو الغالب الله الحمد لله نطلب الله يا لقيت شي محسنين يوقفوا معايا الله يجازيهم بخير الله يوقف معاهم والله يدير لهم في حسناتهم عاد تنطلب رب الغالب الله لا اله الا الله. تغلبت على امرك؟ تغلبت بزاف جابت لي شويه تغلبت بزاف مبقتش قادر بس حتى واحد اللي وقف معايا مبقتش حتى واحد ما يقدر يجلس على فونس هو جالس حتى واحد ما يقدرش ما تشوفي الضوء الله ما تشوفي الشمس ما تشوفي حتى حاجه عام ونص انتي جالسك عييت الغالب الله الحمد لله يا ربي يجيب شي واحد شي وقف معايا تشوفي حالتي راه تعطي الاخبار وغالب الله عييت البنت صغيره واش ما عارفاش واش ما عيات ما تدور عيات ما ترغب عيات والو لان الله سبحانه وتعالى لان الله الحمد لله على كل حال الحمد لله. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.